السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيديو جديد كيجمعني معكم نتمنى يلقاكم بافضل الاحوال وتكون اموركم مزيانه في هذه الايام المباركه من شهر رمضان اقتراحي هو واحد المملحات بواحد الحشوه الجديدة كيجيو زوينين العجينه هكا رائعه مقرمشه وكذلك حتى المذاق يعني كيجيو وكذلك بواحد الطريقه اللي غادي بسرعه غنتشارك معكم اليوم ان شاء الله فالا عجبكم الفيديو خليو لي لايك ديالكم وكذلك التعاليق اللي كتسعدني وتحفزني ومزيدا مزيدا من الاشتراكات وشكرا الناس القدام والناس الجدد اللي انضموا للقناه ونقول بسم الله الوصفه ديال اليوم كيف قلت لكم واحد المملحات اللي هكا زوينين كيجيونا لذاد ولا في الشكل ولا كذلك في المذاق كيجيونا مقرمشين كيف كتسمعوا واحد العجين اللي يعني هكا زوين ويعني مقرمش وجميع المواصفات اللي بغيتو هكا في المملحات في اليوم ان شاء الله آه غادي تلقاو ان شاء الله في هذا النوع من المملحات لا جربتو متاكده غير يعجبوكم العجين هنا حطيت كل شيء يعني مباشره درت صفار بيضه رشه من الزعتر ملعقه كبيره من السكر سنيده ملعقه من الملح صغيره وكذلك عدي واحد يعني ملعقه ونصف تقريبا من الخل وعندي بالنسبه للدقيق عندي واحد يعني اربع كؤوس من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات وكذلك واحد نصف كاس من دقيق الفينوك راه كاين في القاع هكا ديال سميتو حطيت المقادير كامله عاد بالي هكا كنصور فلقيت راسي ما كنصورش جمعت العجين بحال العجين ديال المسمن غطيته هكا قطعتو لربعه الكواف وغنخليه يرتاح اما بالنسبه للحشوه اللي غادي يعني نحشيو بها هاد المملحات عندي هنا واحد يعني جزره واحدة مقطعه رقيق عندي كذلك واحد الكورشيط او القرع الاخضر مقطع رقيق فلفل احمر واخضر وعندي كذلك بصله هكا يعني هذه المكونات كلها نقطعوها رقيق باش ما تقطعش معنا العجين وجينا هكا يعني واحد النتيجه تجينا زوينه هنا عندي يعني كان عندي هكا الدجاج الصدر ديال الدجاج طحنته درتو على شكل كفته احسن من اني كناخذ الكفته كتجيني يعني هكا ما كتبقاش باينه نهائيا فهكا يعني بحال غير فرمت واحد الفرن خفيف وضفتو يعني تقريبا عندي واحد هكا يعني واحد 400 غرام هكا ديال الكفته ديال الدجاج غنضيف هنا واحد ملعقه صغيره من بودره ديال الثوم المجفف وعندي كذلك ملعقه صغيره من الفلفل الاسود او ابزار وعندي هنا الفلفل الاحمر كذلك واحد الملعقه هكا صغيره وكذلك اللي بغى يضيف يعني اي منكهه هكا كيعجبو كي يضيفو انا هنا غادي نضيف يعني الحار بالنسبه لهاد المملحات يعني كتمشي معها هكا مذاق الحار ضفت واحد الملعقه كبيره كيف قلت لكم اللي بغى يضيف هنا الزعتر بغى يضيف يعني ينكه المملحات باش ما بغى هنا غادي نضيف زيت الزيتون تقريبا واحد هكا يعني ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وغنضيف كذلك يعني زيت المائده هي واحد جوج ملاعق فين غادي نطيبو كيف يعني الكفته او اللحم ديال الدجاج كيكون كي ناشف ما فيش الدهون وهنا كنضيف الملح الكافي باش غادي نملح هاد الخضر او هاد الحشوه ديالي درتها هنا فوق النار يعني كنحاول اني هكا نبقى نصوتيها نطيبها حتى تنشف ليا من هذاك الماء وديك السوائل ضروري باش ما تقطعش معكم العجين هكا كنبقى عاطيها الوقت حتى كطيب ليا بعد ما طيب نحيدها من فوق النار مباشره كنضيف على هنا الجبن مفروم يعني تقريبا واحد مية غرام ديال الجبن الاحمر وهنا ضفت واحد القليل من القزبر ومعدنوس وغنضيف هنا في يعني على الحشوه الزيتون الخضر مقطع حتى هو يعني مقطع رقيق كنعاود ناكد هاد المواد ديال الحشوه كامله قطعوها رقيق باش ما تقطعش معكم العجين هنا ضفت واحد جوج قطع من يعني من الجبن اي جبن عندكم سواء الجبن ديال الدهن او هذا النوع من الجبن هنا ضفت الزعتر الزعتر يعني مطحون هكا كينكه لينا هاد هاد الحشوه كيف قلت لكم يعني دي يعني يضيفوا المنسم اللي تبغيو ولكن كان هاد الزعتر كيمشي زوين هكا مع هاد الحشوات كنضيف بعد ما ضفت الزعتر كندوز هكا يعني نخلط ديك المكونات مزيان حتى كينسجم ليا داك يعني ديك الانواع ديال الجبن وكذلك الزعتر والزيتون وال يعني القزبر ومعدنوس كندوز نخلط كتجي واحد الحشوه اللي لذيذه بزاف غي جربوها في نفس الوقت يعني كتجي و وفي نفس الوقت يعني استفدنا من الخضار كيف كتعرفوا يعني الخضار مهمه خصوصا في هذا الشهر الكريم خصنا لابد بد الخضار باي طريقه في يعني في الاكل ديالنا هنا دزت العجين بعد ما ارتاح ليا ما فيه الكفايه غندوز ان شاء الله نورقو ليش شكل مسمن فباش نورقو هنا ورقتو غير بالزيت يعني كيف ما كنورقو المسمن ديالنا وبطبيعه الحال بالنسبه للتوريق فاستخدمت هنايا الزبده مارغارين خاصة بالتوريق دوبتها مع قليل من الزيت صافو كندوز نوش يعني الشكل العادي كيف كنحضو هكا الغايف ديالنا او المسمن كندوز هكا نوراقها مزيان ف يعني كنحاولوا ما امكن اننا نورقوها ونعطيوها الخاطر ونحاولوا انها من يعني ما باش ما يخرجش لينا دوك يعني الدهون ديال الزبده اللي دبنا كندوز هكا نطويها على الشكل العادي المعتاد ديال الغيفة او ديال المسمن صافي كنخليها هكا ترتاح وكندوز بنفس الطريقة يعني الكرة الثانية كيف قلت ليكم يعني درنا ربعة الكور غادي تجينا وحدة وسط وحدة آه كنورق تاني الثانية هكا بنفس الشكل ونحاول ما امكن اني نورق مزيان آه فباش نحصلوا على واحد النتيجة زوينة ديال هاد دي المملحات آه نعطيو الخاطر للعجينه يعني ونسعفو معها يعني نواقوها حتى كيبان لينا انها صافي يعني تواقت معنا مزيان وكندوز كان كنرش الزبده وكنطويها بالشكل العادي المعتاد ديال الغيفه وبعد ما كملتهم بعد ما يعني غنكملهم كاملين غندوز ندير وحده في وسط وحده يعني بحال المسمن اللي كنحطو فيه وحده في وسط وحده فهاد العجين كيجينا زوين وكيجينا مواق كيف شفتو هنا يعني كنحاول ما امكن اني نواقو مزيان ونعطيه الخاطر ونحاولوا في نفس الوقت كيف قلت لكم ما تقطعش معنا ديك العجين فهاد العجين هي اللي غادي نحط فيها هذيك الاولى اللي صايبت فكيف شفتو يعني مواق مزيان بغيت يعني نوريكم انه راه مواق فحاولوا كون مواقته غتحصلوا على واحد النتيجه زوينه غيجيكم واحد العجين هكا موارق يعني ومقرمش زوين فهنا كنحط ديك الاولى وكنتني عليها بالشكل عادي هاكا كنسد عليها على ربعه وكنحاول ان داك القنت ديال العجينه نجيبو مع القنت الاخر باش تجينا موارقه من جميع الجوانب وكنستعن يعني بعد ما نسدها كامله كنستعن يعني كنرش شويه من الزبده من الفوق باش تجيني موارقه من جميع الجوانب كيف شفتوا يعني بغيت نوريكم العجين راه مورقه ما فيه الكفايه فهذا هو السر يعني ماشي يعني تطلقوا وتخليو العجين غليظ فما كتحصلوش على واحد النتيجه زوينه فكل ما ورقنا في كل ما يعني جانا داك العجين زوين هكا يعني بغي يجينا بحال العجين المورق كيجينا كي زوين فهنا صافي بعد ما درت شوفوا يعني العجين ناجح في هذوك الفقاعات فكيجيكم هكا يعني واحد النتيجه اللي زوينه كندوز نخليها حتى ترتاح بعد ما تحت ليا كندوز نرش واحد شويه من الدقيق النشا او الفورس اللي متوفر عندكم وكندوز نطلقها على سطح العمل يعني غير بالخاطر هكا بالدلاك فهاد الطريقه كتساعدني انني كنطلقها على السمك اللي بغيت وفي نفس الوقت كنحاول اني آه يعني نختصر الوقت فهنا قطعت على شكل مربعات وجبت هذه القطاعه هي اللي كتساعدني بزاف كندير بها هاد النوع من المملحات كيجيوني على شكل بحال البغيوات قطع العجين على شكل مربع وكندوز هكا كنعمر يعني بديك الحشوه اللي صايبنا بطبيعه الحال تكون بارده الحشوه وكذلك الكميه تكون معقوله ما نكتوش بزاف باش ما تطرطقش لينا هكا من الجناب وتخرج معنا ديك الحشوه فكنحطوها وكنحاولوا اننا نقادوها من جميع الجوانب يعني طريقه سهله وكذلك مختصره في الوقت فكنكملوا كميه كثيره في وقت اللي وجيز صافي كنضغط مزيان باش كيتطراس عليا مزيان هذاك الشكل ديال البريوات فهادي فيها اشكال آه هذا الشكل اللي كنخدم به ففيها اشكال كتيرة كذلك فيها الشكل ديال بحال لي شوسون حتى هما يعني متواجده عند الناس اللي كيبيعوا هذا الشيء ديال المواد يعني هاد الليمول وهاد الشكل ديال الحلويات وديال المملحات فهنا كندوز نكمل بنفس الطريقه كيف قلت لكم الحشوه ونحاول اني نسويها مزيان من جميع الجوانب صافو كندوز هكا نقادها بايدي وندوز نضغط عليها بشكل عادي حتى نكمل فالنتيجه منعاودش لكم كيجيو زوينين لا شكلا ولا كذلك مذاقا وكتقص يعني حتى الوقت عوض ما نبقاو هكا يعني نقادو بايدينا فهذه يعني كتكون النتيجه ديالها زوينه ومضمونه بزاف كيف شفتو وما كيتحلوش معانا لاننا بعد ما غادي نصيبوهم ضروري انا ننتقبوهم باش ما معنا من الجناب وتخرج الحشوه فغنكمل الكميه كامله بنفس الطريقه باش ندوزو ان شاء الله نطيبوه يعني كيف شفتو كيكون واحد الشكل اللي زوين مسدودين من الجناب احسن من اننا نصيبوهم هكا بيدينا كيف قلت لكم هنا غندوزو ضروري نتقبوهم باش يلقاو هكا نفسو يتنفسو وما يطرطقوش لينا من الجناب ضروري هاد العمليه ديروها في جميع هكا يعني المملحات فما كيتحلوش معاكم وكذلك يعني كيلقاو منين يتنفسو وما كيطرطقش ديك الحشوه من الجناب فكندوز هكا نتقبهم مزيان وغندوزو ان شاء الله ندهنوهم ندهنهم هنا بواحد الصفار ديال البيضه مع واحد قطرات من صلصه الصوجه كتعطيهم واحد المذاق زوين وكذلك اللون وكتحيد لينا حتى ديك الزفاره ديال البيض فكندوز هكا نكمل بنفس الطريقه هكا ندهنهم كاملين وك يعني كنرش عليهم شويه ديال البافون او الخشخاش يعني كاقتراح وكالتزين ممكن ديو زنجلان ممكن ديو اي حبوب نتوما اللي كتفضلوا او اي زو صافي بعد ما دهنشو كاملين هنا مسخنا يعني الفرن مزيان على 180 درجه يعني كيكون الفرن سخون بزاف جميع هاد المملحات او هاد اللي كيكونوا فيهم الزبده فكندخلوهم لتحت حتى يعنيش يعني يشدو لينا بحال ديك الزبده كتصدم وكتفيكسا هكا في العجين باش ما تسيحش معنا وما مورقين فهذه نصيحه ديال هاد دي المخبوزات اللي كتكون بالزبده ضروري انكم تكون الفرن سخون كنجهدو عليه حتى تقبض في راسها معنا ديك الدهون اللي كتكون في هاد المملحات او في هاد العجين اللي يعني كيكون مورق عاد باش كننقصو شويه الفرن وكنطلعوهم الفوق يكملوا معنا التحمار ديالهم يا شفتوا النتيجه كيف دايرين هنا مازالين سخانين بزاف بغيت نحل معكم تشوفوهم ولكن كيجي واحد الشكل اللي زوين يعني واحد القامه فيهم زوينه بزاف وكذلك يعني المذاق ديال الحشوه دي اللذيذه اللي درنا كيف شفتو يعني مها يعني مقامشين هكا ومواقين داك العجين هكا زوين فهذا هو الاقتراح ديالي ديال اليوم كنتمنى اخواني اخواتي نال إعجاب ديالكم فلعجبكم كيف العاده ما تبخلوش عليا من اللي لايك ديالكم وكذلك من التعليق اللي كتسعدني وكتزيد يعني تشجعني باش نعطي اكثر واكثر وفي الاخير دمتم في رعايه الرحمن والى فيديو قادم بحول الله